القرية الشامية بالغوطة الشرقية. نيجي على المطار دمشق الدولي. هي باب الحارة. هون باب الحارة. حتى باب الحارة اللي هي تعتبر عمار يعني انه فوتوغرافي انه ينزلوا فيها ما سلمت من النظام الاسري. تفضل اخي كريم. الهاوي ما عاد في المنطقة هون. كله هو مكسر. هي تسمى حال الشهوة. ما أثر القصف. الدمار. فضل من الله صار نازل هون 350 قذيفة ولا قذيفة جرحت بني آدم جرح. خدج. ما فتشت بني آدم. هون تقولوا بيت الشهوة. وهي حاجة مشهورة. هيك ضربة. هون مثلوا مسلسل تبع أهل الرأي. نحن الآن طبعا في القرى الشامية في ريف دمشق. وين رشت لي النار؟ عاملين فيها حر ما حر. شوف اخي كريم هون عاملين جسم مصغر عن تدمر زنوبيا وما زنوبيا. تفضل. تمام هيك ضربت طياره راجمات صواريخ يوميه. جولة ميدانية في القرى الشامية. ترين وما ترين. هون كان العمود اخي كريم. تعرف هون كان في عمود. وهي مثل الغرة الداخلية الكل اللي بيعرفها. هون كانوا عاملينها. شايف اخي كريم؟ هذا عمود. هون كان في عمود مصغر عن عمود ساحة المرجع. صاروخ راجمة طيارة. شرف. هون كان عمود منصوب مصغر. أصوات القصف ما بيقدر هوي والاشتباكات حول قرى الشامية في ريف دمشق الغوطة الشرقية.
قصد زلزال اليوم صوروا باب الحارة الأجزاء الخمسة خيّد حارة الضبع أخي هاي حارة الضبع اللي عم يحكوا عنها نحن السباع حيوانات صارت بارية بيون حالته بالنار اخي هي حالته بالنار بالشتلة هنيك بالابغالي حيوان بضافة هي كان سبيل وابد بشهو كمان مادة نهاوين كمان ما مادة نهاوين خرجة في قريب هون كان قاعد عقيد ابو شهاب في مسلسل باب الحاره شوف وين صار القصر هون في مسمى هون الجامع النظام السوري حول كل هذه الاثار التحف الى دمار وخراب هون الجامع اثر استهدافه يوميا قضايف الهاون وراجمات الصواريخ هون بيت ام زكي كلكم تعرفوا ام زكي كما نشاهد اثار قصف على القرى الشامية تحف الاثار في الباب الحارة طبعا القرى الشامية هي تحت سيطرة الثوار والمجاهدون في الغوطة الشرقية من هون كانوا يهربوا من البير روح وين ونحن هذا البير هلا عم نستخدمه كمان نفق لبرا على المزارع اللي برا هلا عم نستخدمه أحد الأنفاق في القرى الشامية في تمثيل باب الحارة هلا هيك بتطلع على المزارع أخي البرانية وهيك بتطلع على بيت أم زكي وهيك بتطلع على بيت أبو غالي هذا البير شري هلا الأمن هون 100 متر بيننا وبينهم تطلع على هيك من هون ليك 100 متر بيننا وبينهم طبعا على عصابات الاسد تبعد عن هذا المكان عن القرى الشامية يقارب 100 و150 متر هذه الآثار والحضارة كلها أصبحت تحت الدمار بسبب القصف الهمجي على القرى الشامية يرف دمشق والغوطة الشرقية هذا خان شكري كمان خان مزبط نتخرج عليك الأخوة وسيلة وهم مسيطرين عليك والله تطلع فوق أخي
بس هلا كبر شاهد ناقصه فتح نضل واقفين وصامتين صامتين بزي الدواء. حتى ولو راحوا الثوار باب الحارة اليوم أصبح في مئات من المجاهدين يحمون الباب الحارة من العصابات الأسد وليس من الفرنساوية. هون أخي بيت الـ 11 قرية الشامية بالروطة الشرقية. هي ابر جدو الـ 11 مطرح ما خبى الذهبات. شو بقول محل ما خبى الذهبات؟ حتى هون ناوي والأضاوات الحارة يجتمعوا. بس هلا هن وينو؟ هيمثلوا مسؤولية الثوار وينو؟ وينك يا بشار؟ وينك يا زعيم؟ نحن زعيمنا هو. قد ما تصاوبنا قد ما تكسرنا فظلتك ما تسمعنا يا بشار. رح نضل صامدين باذن الله تعالى. اعطاه قصف راجم الصواريخ. هون بيت سمير الحمصاني